سلام البنات، اليوم غادي نعطيكم وصفه ديال لي زويتر كتجي هائله وبنينه بزاف، كيكونوا غراتيني في الفران. نتمنى الشرح يكون واضح ومبسط. نخليكم مع الفيديو اللي جاي تبعوا فيه المراحل. البنات هادو لي زويتر غراتيني كيجيو لذاذين. انا ما كناكلهمش خضر، كناكلهم غير غراتيني. كديروا فيهم لا كريم فريش ديال الطياب وكتزيدوا عليهم اللي بغيتو، اي كريم فريش صراحه، ماشي بالضروري هذه، مي تكون ثقيله. وكتزيدوا الفرماج، وكتزيد لا قبل الفرماج الا بغيتو. دابا ماما غديرهم ناتور قبل الفرماج الا بغيتو تزيدوا الصومو اولا الكروفيت، كيجيو لذاذين بالصومو والكروفيت. وبالنسبه للفرماج سواء فرماج روج او لا بارميزان ولا الغرويير، كيجيو تميكسي لي 3، كيجيو واعرين سي فري لي 3 فرماج انصوم. ولا بغيتي يمكن لك ديري شويه ديال لا شابلور من الفوق، ولا بغيتو تقدروا تزيدوا لا شابلور. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزويتر ديالنا، كيجي هائل في اللذه وما كياخذش لينا الوقت بزاف في التحضير. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها.